يعني يسمو المطالب ديالنا كلشي ولا عارف المطالب ديال هاد الطلبه، وحنا كنساندو لهم كاباء. ولكن الامر من هذه واحد من يومين تطورت، يعني كنظن بان الحكومه ملي التجأت للعنف بينت على الانهزام ديالها في هذا الملف ديال المطلبي ديال الطلبه ديال كليه الطب. انهزام، هذا بالنسبه لي انهزام، لان ولات تقلب على العنف بس بوغ انتيميدي، بس تسكت هاد الطلبه وتجعلهم يخافوا وينسحبوا ولا شيء، فهذا غلط. انا كنظن غلط، فالطلبه عارفين اش كيطلبوا، عارفين المطالب ديالهم مشروعه، واللي كيهمهم هو مصلحه المريض في المستقبل، انهم اطباء المستقبل. ما كيقول لك انا ما يمكنليش نخرج بواحد التكوين ناقص واللي غادي نضر به المواطن. هذا بالعكس، راه كاينين اللي كون قالوا لهم تولي هذه كليه الطب على 3 سنين يقول لك الله اللهم لك الحمد، حتى 3 سنين وليت طبيب. هادو نقصوا لهم عام واحد ورفضوه، يعني بس كيبينوا على الاهميه اللي كيعطيو لهذا الميدان، وكيعرفوا شنو هو التكوين، لان السنه السابعه راه فيها 700 ساعه. 700 ساعه راه ماشي سهله بس تهضرها هكاك في التكوين. راه ديجا كاين في التكوين كاين بعض الثغرات في سميتو التدريب اللي كيديروا الاستشفائيه، فيها بزاف ديال الثغرات، وعاد نزيدوا نحيدوا هذه السنه السابعه. هذا ما عندي ما يكون، وهذا الطلبه هذا الشيء ما كيخوفهمش، وهذا الشيء كنظن هذا الشيء اللي وقع في مصلحتهم، لان المغرب كله غيعرف شنو هو فين وصلت الديمقراطيه المغربيه، فين وصلت دوله الحق والقانون. لا يعقل، لا يعقل يتعاملوا مع طلبه المستقبل، مع واحد اللي كان واخا انا كنقولها اونتر كيمي اللي هما لا كريم دي كريم اللي كيقولوا، فما تتعاملش معاهم هكا بالعنف. انا بنتي البارح كيهزوها مرابعه وكيقول له واحد كيقول لها كتفوها كتفوها، شنو هذا؟ هي كتقول له خليني انا نمشي معاك، انا ما دايره والو، نمشي معاك بلا ما تعنفني بلا والو. لهم بحال هادو موقوفين بحال هادو، لا ما متابعه في هذا الشيء ديال هذا. وللاسف مشاو لسيبلي، كانوا شي وحدين سيبلي وكيعتقدوا بان هاد الممثلين هما اللي وراء هاد الشيء، وبعيد كل بعد، لان الطلبه راه كما كنقول لها ونعاود، راه ماشي قاطع اللي غيمشيهم واحد، راه يمكنش، راه واعيين وكيعرفوا اش كيقولوا، وكيعطي الحريه لاي واحد بغى كثر من هذا. راه فيهم اللي اتصلوا بهذوك الاخوان الطلبه ديالهم، الاخوان ديالهم اللي عندهم السنه معاودينها، طلبوا منهم يمشيوا يلتحقوا بالامتحانات. شكروا الامن بعد واحد القضيه من غير ديك التدخل اللي كان قوي في المعامله اللي كانت معاهم في داخل لارونديسمون ديال البوليس، كانت في المستوى، زعما عاملوا معاهم معامله محترمه بكل صراحه، يعني معاهم حتى انهم ملي في الاستجوابات ديالهم اي حاجه رفضوا يقولوها كيقولوا ما نحقك، اي شي حاجه تكتبات في المحضر كيقولوا لا هذه ما قلتهاش، يقولوا نسحبوها، يعني بكل صراحه ما نكذبوش شفاف. انا كتجربه شخصيه ديال المعاناه كاب وكاسره وباقي الاسر اللي عشنا التجربه ديال 2015 و2019 والان كنعيشوا تجربه اخرى 2024، معنى ان هذه الحكومات المتعاقبه ماشي هذا ما جا هاد اليوم وليد اليوم هذا الملف ديال كليه الطب والاجهاز عليه من اجل يعني ضرب التعليم العمومي او الصحه العموميه، معنى ان هذه واحد الفلسفه واحد السياسه ديال ممنهجه اللي بدات باش تهرس هذا القطاع ديال الطب، واللي انا كاب عشته في 2015 مع ولدي في 2019 والان كنعيشوا مع بنتي في 2024. هذه ضروري خصنا نعرفوها ونعرفوا السياق ديال التعنت ديال هاد الحكومة، أنها عندها واحد الأساس، عندها واحد الخلفية، ماشي حتى أصبحت دابا وقالت أودي أنا غادي ندير واحد الإصلاح. هذا المهم الأب يعني الرأي العام يعرف فين غاديين بالصحة العمومية، راه ماشي هو مشكل فقط معزول ديال كلية الطب وحده، دي مغالطة مغالطة تماما. نعطيك نموذج الآن في السيرورة ديال التعليم، ممكن طالب الطب يمشي يكمل في بلجيكا، وفي بلجيكا كيدوز المباراه وكيحددوا له يمكن يكون في السنه الخامسه يرجعوا للسنه الثالثه في بلجيكا. هاد الهضره ما كايناش. المانيا ملي كتجيب الدبلوم ديالك مفتوح غير سير بالنسبه لهذا. اللي نعطيك
ما اللي يصبح قلتوا لي بنتي، قلت لك الشباب هذا الجيل هذا بالذات تحولات اللي استبشروا خيرا، هذا الاشعاع اللي عاطيه المغرب على المستوى ديال الكره والبنيه التحتيه، وكانوا نامل عندنا واحد الحلم باننا غادي نعيشوا حياه ديال الرفاهيه وديال الامن والامان والسعاده، فكروا الاستقرار. واحد المجموعه ديال الناس ديال الطلبه حسب ما قالت لي بانهم فكروا بانهم يقطعوا مع الهجره للخارج. الان بعد الحدث اللي عطات فكرتهم، عطاتهم حاجه اخرى هما انهم غيرجعوا يقراوا الالمانيه. الان غادي نلقاو المعهد ديال المانيا غيكون يستقبل طلبه بزاف باش الناس يهاجروا. كيفاش انت كتكون اطور من الملك خاصو تعطيهم هذه باب التواجد ديالي هنايا شاني في ذلك شان ذاك المجموعه الكبيره ديال الاباء والامهات اللي جايين من مختلف انحاء المغرب مسانده ل يعني للطلبه اليوم وقع في حقهم تعسف، وقع في حقهم ظلم بصريح العباره. هذا هو هذا الشيء علاش كانوا كيقلبوا هاد الناس اللي هما كيتسموا مسؤولين وهما ما عندهم مسؤوليه غير لو نون، كاين كيقلبوا على انها باش يعني هذا كيتعسفوا في حقهم باش يعني هذا يعطيو مثال ديال ذاك السياسات اللي اكل عليها الدور الشاغل ديال التعسف وديال القمع، يعطيو هذاك يعني عبره لكل من بغى يناضل او يطالب بحقوقه اللي هي مشروعه. ايوب قريش ممثل طلبه السنه الاولى بمكتب طلبه الطب والصيدله بالرباط. كما كنشوفوا اليوم كان واحد الحضور كثيف من امهات الطلبه ومن الطلبه، هادشي كيجيو يعني مؤازره للمعتقلين، معتقلين اللي تعتقلوا يعني بسبب واحد الوقفه سلميه نظمها الطلبه الاطباء بمعيه اخوانهم الاطباء الداخليين، اطباء المقيمين لي زانتيرن لي ريزيدون. هادشي كان البارح جسدنا السلميه في ابهى حلالها والتحضر للاسف تقابلنا بمقاربه قمعيه بالعنف، عنف جسدي، عنف لفظي، تعنيف للنساء، تعنيف اطباء الداخليين. سابقه في تاريخ المغرب ان الاطباء الداخليين كيتعتقلوا، لي زانتيرن لي دو غارد اللي شادين حراسه ليليه في لي زورجونس راه معتقلين لداخل. هادشي للاسف كيعطي منعطف اخر للنضال ديالنا اللي دام 10 شهور، 10 شهور ونحن نناضل من اجل جوده التكوين. اليوم كنناضلوا على الكرامه، كنناضلوا على العداله ديال القضيه ديالنا. راه ما كنظنش انه كاين شي طبيب داخلي ولا شي طالب طب غير رجع للكليه ديالو ولا السبيطار العمومي بدون استرجاع الكرامه. نفسيه للاسف محطمه، الامهات والاباء، الامهات والاباء واباء الطلبه نفسيه محطمه كذلك. للاسف وصلنا لهذا الشيء بسبب تعنت وزير التعليم العالي الذي نحمله المسؤوليه في شخصه لانه فاقم هذه الازمه. راه 10 شهور هذه السياسه غير جات يعني استكمال واحد السياسه اخرى، سياسه التوقيفات، سياسه الطرد، سياسه التخويف، سياسه الاصفار. هذا الشيء كيجي يعني تحصيل حاصل. لذا وعاوتاني يجدروا الاشاره ان النضال ديالنا والحراك ديالنا ما مبنيش على اشخاص ولا على قيادات. سنستمر في الحراك، سنستمر في النضال. النضال ديالنا مبني على يعني على صمود ونضال القواعد ماشي القيادات. سنسترجع الكرامه باذن الله، ولا كان هذا الملف هذا سيطوى ولا كان شي مستفيد منه هو الوطن ديالنا. طلبه الطب هما يعني هذه معروفه تاريخيا، هما اللي السبيل في حال حاله اي ازمه، ازمه كورونا، ازمه زلزال الحوز، زلزال الحوز كانوا الاطباء كيديروا دي غارد حراسات اللي كيفوتوا 48 ساعه من اجل هدف واحد وهو انقاذ حياه ملايين الاسر المغربيه. اليوم للاسف كنتعنفوا في الشوارع، معتقلين بطريقه تعسفيه، كنطالبوا يعني انه يتم الافراج عليهم حالا، كنطالبوا كذلك الجهات المسؤوله اللي كتحل بالحكمه والرشد وكتحل كذلك بالوطنيه انها تدخل بشكل استعجالي وتوضع حد الازمه هذه اللي لا طولات غنوليو في شي حوايج لا يحمد عقباهم، والمتضرر الوحيد هو الوطن والدوله ديالنا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.